هسه راح ابلش لكم بالاكتين. شوف شغله الاكتين هنا يقول لك first insulted from the skeletal muscle، اول مره تم ايجاد الاكتين اللي هو بالعضلات الهيكليه. Actin was originally believed to be a protein found exclusively in muscle tissue. اول شيء شوف هم عبالهم شنو هو، عبالهم الاكتين موجود اصلا يعني ويا العضلات. يعني شلون افهمكم، يعني العضله هاي هي موجوده بنصها اكتين، يعني مو بروتين هو يتم تكوينه، لا انه هي يعني من الخلق انه هي موجوده، بس لا هي يعني طبعا هو بروتين وتم تكوينه وصنعه ضمن الخليه. يقول لك هنا four of the six forms of actin are found only in the muscle cell. يقول لك تم يعني اكو ست انواع من الاكتين موجود بالخلايا العضليه. هنا لازم نعرف انه شنو اكو ست انواع من الاكتين بالمصل الخلايا العضليه مصل سير. But other form of actin are found within the cytoplasm. الانواع الاخرى موجوده بالسيتوبلازم. هسه احنا عرفنا انه الاكتين مو بس موجود بالخليه، لا الاكتين موجود بالسيتوبلازم وموجود بالخليه، همين هسه راح اقول لكم وين موجود. يقول لك of most cell types actin is now also believed to be present within the nucleus most of most cell. يعني هم يعتقدون انه هو موجود بنص النيوكليوس. هسه احنا عرفنا موجوده ست انواع من الاكتين موجود بالعضلات، والعد مقدار الباقي من الاكتين موجود بالسيتوبلازم، وبليف يعتقدون انه موجود همينة بالنيوكليوس. هذا المقطع هذا يعني يشرح لنا الاكتين، ما يعني اقول يعني شلون تفهمونه، فهم ماكو بيه شيء حفظ. ممكن يجيب لك مثلا يقول لك 6 form of actin are found ويحط لك muscle cell، او يكتب لك جوا هم اختيار، هذا يجيب له ام سي كيو سيتوبلازم ونيوكليوس، فانت ايش تختار؟ تختار المسل سيل، لان هذين الانواع ستة موجودة بالمسل سيل. نيجي ننتقل هنا يقول لك actin is important to induce and contraction in cell and muscle cell. يقول لك هنا الاكتين وظيفته مهم بعملية تقلص العضلات الهيكلية contraction اللي هو التقلص. Function of actin in the احنا عرفنا انه بالعضلات الهيكلية اكتين وظيفة التقلص. زين الاكتين الموجود بالسيتوبلازم يعني الحالة موجود ما له اي وظيفة؟ لا شيء اكيد له وظيفة. فيقول لك actin in the cytoplasm of non muscle cell اللي يعني مو بالخلايا العضلية. Regulation of the physical state of the cytosol fluid protein of the cytoplasm without organelles. هنا regulation of the physical state ينظم الحالة الفيزيائية للسيتوسول. لازم تعرفون انه بالمسل سيل inducing contraction تقلص، اما بالسيتوسول اللي هو مسؤول عن regulation of the physical state والسيل movement حركة الخلية. عرفتوا انه بالسيتوسول regulation of the physical or cell movement. هذني هاي شنو هاي function on formation of the contractile ring and cell division. ها لا يكون حلقات بالانقسام الخلية cell division. ممكن تجيب لك فراغ الدكتورة تقول لك مثلا actin formation of the contract فراغ in cell division، فتتحط لها rings تكون حلقات بانقسام الخلية. صراحة أنا ما أعرف شنو هاي الحلقات، بس هنا أنا مكتوب إنه هي تكون حلقات، وهاي معلومة حيل مهمة، ممكن تجي MCQ ممكن تجي فراغات. وهنا هنا عرفنا ثواني خل أوضح لكم شغلة. هنا أنا عرفنا إنه أول شيء بالسيل ماسل اللي هي كونت راكشن، عندنا بالسايتو سول اللي هو شنو هو ايش تسوي بالسايتو سول اللي هو ريجوليشن، سوري اذا اكو خطا بالاملاء، اي شنو فيزيك
ستيت تنظم الحالة الفيزيائية. وهنا عندنا بالسير اللي هو يكون الرينج ان سيال ديفيجن. ما ادري هاي كلمة صح او خطأ، بس المهم وصلتكم المعلومات. وهنا هنا نكون خلصنا هذا السلايد. لا ثواني، اكو هنا هم بعد معلومات، العفو زين ما طفرت. هنا يقول لك in the nucleus actin is important. يقول لك ها هنا شرحنا وظيفته بالخلية بالسايتوسول او بالخلية موجودة، وظيفته بالخلايا العضلية. هنا يقول لك actin بالسايتوسول is important to stabilizing كروماتين. stabilizing اللي هو احنا نسميه استقرار الكروماتينات، يعني الكروماتينات تستقر ما تظل رايحة هناك وجاية هناك وهاي. nuclear structure and is believed to be involved in the regulation of a gene transcription. ها بالنيوكليوس اول شيء stabilizing كروماتين اللي هو مسؤول عن استقرار الكروماتين وتركيبها، هم يعتقدون ان له علاقة بال بالريجوليشن اللي هو تنظيم الجين ترانسكريبشن. ترانسكريبشن اللي هي الترجمة او الاستنساخ، العفو استنساخ الجينات. فلازم نعرف انه بالمسل سيل كونتراكشن وبالسيتوبلازم اللي هو او بالسيتوسول اللي هو فيزيك ريجوليشن اوف فيزيك ستيت، ومسؤول عن سيل ديفيجن وسيل موفمنت، يعني كورينج بالسيل ديفيجن. وبالنيوكليوس ستابلايز كروماتين and it is believed to be involved regulation in gene transcription اللي هو مسؤول عن يعني يكون يعني له علاقة بتنظيم استنساخ الجينات. وبس هاي خلصنا هذا السلايد، يعني ركزوا على هذين الأشياء اللي حاط عليها اللون أصفر وكررتن، يعني ركزت عليها وبس.